بياني العيلة والعيلة واللهفة لواليدها شلون اتحضرت للموت فاطيم من حضار عيدها فاطيم من حضار عيدها يا زهرة بعد يا لخادم الزهراء الصديق الموفق الشاعر علي آل طالب جاه المصطفى بالنوم قالها يا نظار عيني عيدي عيدتيج للموت كلها ياب ويتجين قيت لي تخلصي بسرعة الله قيت لي تخلصي بسرعة فراقي بينتي وبيني وادعي عيلتيك والله على فراقك يساعدها يا اسمع ونينك لولا يا زهرة يا زهرة يا زهرة صارت تكثر الزهرة مني النافلة ولا أذكر تدعي البار طول الليل عيد هجار قبل الدار بعد اسمعها شد اشتدعي سيدتي صارت تكثر الزهرة مني النافلة ولا أذكر تدعي البحر طول الليل عيد هالجار قبلي يا ربي بحق ضلوعي تصيح يا ربي بحق ضلوعي تصيح خلص شي عتي من النار خلص شيعتي من النار لحد رجليه تتورى
تظلي تناجي واحدها يا زهراء يا ما شاء الله لا غابت هذه الأصوات يا زهراء وبمدارات منزلها إلى آخر وقت في حياتي وبمدارات وبمدارات منزلها قضت آخر الأيام ثيابي العيلة يغسلها ويتمشوا شعار ليتا وإلهم بالرحاة تخبص إلهم بالرحاة تخبص رقم عصرتها والآلة وإلهم بالرحى تخبص رقم عصرتها والآلام وعليها يشفق الكرام حين اللي يشاهدها يا عدت يا علي وصاحت سامحني بعدت يا علي وصاحت سامحني يا بن عمي هذه وصيتي وانا لابويا رايحة شنو عندش وصية سيدة قعدت يا علي وصاحت سامحني يا بن
عمي هذي وصيتي وانا لابويا رايحة خلفي ثوب غسلني خلفي ثوب غسلني ولا تكشف أبت اسمي ورجع لدنتي الليل ورجع لدنتي الليل بعد سيدي ولا يحضر حاقدها يا يلا بعد آخر فصل في هالقصة ويومي البيميتها اكتسلت من قبول غروب وقالت للوحيد موها جيبوا لي جديد الثوب يومي البيمنيتها اكتسلت من قبل الغروب قالت لليحيد موفا جيبوا لي جديد الثوب وفات مستقبل القبلة وفات مستقبل القبلة صلى بوضيع مهيو والله قفات مستقبل القبلة لليم صلى بوضيع مهيو وقفات لا يا زغرار